والله اللي تستحق الشعر والمداح سارة والتفوق والتقدم فالمراحل كله بوها انصفوها في النتيجة صحي مركزها الصدارة والتفوق اسمها مخصوص من يوم قبلوها والتفوق اسمها مخصوص من يوم قبلوها تجمع الثنتين سارة بيت علم وبيت أمارة أربع من الجايزة سارة وفوق اللي عطوها أخذ التاج الفاخر من مال ولا من عمارة جت من بيوت الشيوخ اللي تذري من نصوها جت من بيوت الشيوخ اللي تذري من نصوها جدها سالم بالرقعان وتكفيك الإشارة يعتق الأرقاب وألم الراهب عوله ما نسوها علوات العز يوم النار توقدها شرارة صفحة التاريخ والأمجاد مره سطروها صفحة التاريخ وأمجاد القبيلة سطروها تنعر في حرب ولا سلم ولا ستر جارة والتخاذل والماذلة والما هنا مرضوها طيب ابن سالم فهد ما جاه من باب استعارة ورثي جدانه من الأمجاد يوم استوردوها ورثي جدانه من الأمجاد يوم استوردوها لا نصيت بالعلا تلقى الحمية والنعارة افخر يا بنت شيخ وحقها تفخر بوها والبسي تاج الفخر ما هو من باب الإثارة تاجي يردف تاج من باب الجدود عددوها تاجي يردف تاج من باب الجدود عددوها جدها يم امها حماد ما ننسى وقارة واذكر ما ينسى وسط البيوت رددوها ويا بيوت الشعر جاري شيخات الشيخات سارة في تفوقها وتحطيم الحواجز كل ابوها 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 021 تم التسجيل والمكساج باستديوهات افراح العروسين هذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدامها الحقوق محفوظة لدى استديوهات أفراح العروسين أفراح العروسين للزفات والشيلات والقصائد